اسمي ثابت عبد القدير رمضان، شغال غفير مزدحم بقالي 32 سنة. الشغله دي خدت كل وقتي على كده. ليه شغل بس؟ عندي ولاد البنات مجوزهم، ما بروحش عند حد خالص. يعني مشغول، شغل مشغول، شغال على طول. مع نفسي كده ومع القطر وخلاص على كده. قاعد استمع حاجه، ابص على دماغي سرح، القطر يعدي وانا قاعد ما اقدرش. وش يقعد يجيب لك سهاري ان انت مش عايز تسمعها، يدم في واحد، يدم في كده، يدم في كده. فرحت دماغي احسن. انا مشغول بقطارات ومشغول بعربيات، مش مشغول بحد على شاريه.
ما بيبطلش شغلانه بتبطل وطلعت ورا بعضيها ورا بعضيها ورا بعضيها. ممكن اتوضع 3 مرات اتوضع 3 مرات اصلي برضه اصلي يمكن على 4 مرات برضه او 5 تقاطعات. وهي حلوه كده ان الواحد يعني مسليه الواحد. الواحد لازم يشوف شغل، وبعدين دي أرواح ناس، وفي عالم بتستهتر عايزة تموت بيطرية، عايزين يموتوا يعدوا، مش عايز يعدوا قدام القطر، يقول لك أمي بتولد، اللي يقول لك ده أنا الزوج يجري ورايا، واللي يقول لك ده أنا أخويا مات، اللي يقول لك مش عارف، كل يعني كل واحد يطلع بأسلوب، عايزين يقوم يجري اللي هم بتوع العربية. اللي الراي وحلو برضه كويس عادي متعب تعب ما حصلش التعب اللي في الدنيا كله فيه. يقعد ويقوم الورديه بتعدي ما بيضربها يبص للفجر جه خلاص النار طلع. Thank you.
انا بمشي نفسي كده مع نفسي يعني. اروح اعمل شاي، اعمل شاي تقيل بيظبط دماغي، خليني وريت الليل دي ما اعرفش انه معناها حاجه، يخليني اكني كنت نايم معاك. يعني انا على كده باذن الله لحد ما اروح تعيش بكره الساعه 1 بكره لما انام بقى.